هل أكلتي الملوحة من قبل؟ نعم نعم، إني أعشقها. إنك تعشقين الملوحة؟ أي نعم. أود أن أصارحك بشيء لأول مرة في التاريخ. ما هو؟ أنا لم أذق الملوحة في حياتي. لماذا؟ إنها جميلة. إنه لقد عرف هذا السيد رئيس تحرير البرنامج ففعلها بك، فقال لي أن سوف أأتي إليك بسيدة الملوحة في الصعيد. يا السيدة منال مبارك هي ملكة الملوحة في أسوان. فلنأكل. ثم هي مدرسة في علوم الأحياء في الثانوية العامة أو الدروس أو الفصول الثانوية. فإذا هي أستاذة علم تشريع. في المقام الأول. أستاذة التشريع. عشان كده بتشرح الملوحة. ولكنها تعشق الملوحة وترى أنها معلما من معالم أكل الصعيدة الحلو يا سيدي، ولذلك فقد أتتنا بها. فأنا ستذوقها لأول مرة معكم. حلو كده. أظن أنت بتتكلمي عربي، يبقى عندك ناس عربي. يلا قولي لنا بقى مدام منال، أولا أستاذة أحياء عظيمة، وبعدين عندك تسميات بيقولوا عليها إيه؟ الملوحة في الصعيد بيقولوا عليها الملوحة في سيخ الصعيد. في سيخ الصعيد، لأن هي الملوحة بتاعتنا مختلفة عن أسماك بحري. إحنا الأسماك دي اسمها الراي، إنما أسماك بحري اللي هو سمك البوري. والرنجة طبعاً هنا وهناك. وفي اللي هي البسارية الصغيرة اللي هو السمك قبل ما يكبر برضو بيتملح، بيتحشي الخياشيم بتاعته بالملح. وبيتكبس كده، ممكن في كيس نايلون، ممكن في حاجة فخار. بيقعد فترة صغيرة يعني ويملح. لكن أسماك الري دي بتاخد من حوالي شهر إلى شهر ونص. برضو بتتحشي الخياشيم بالملح اللي هو الخشن وشوية شطة. بس أنا طبعا ما بعملهاش في البيت، ده هو الصياد بيصيد الحاجات دي وبيملحها وبيستنى عليها فترة وبعد كده بيبيعها. أنا بشتريها كده جاهزة. فأنت عاملة، أنت عاملة حاجة صفحة على الفيسبوك؟ عاملة صفحة لابني بقى. أنا كنت هواية. كنت بعمل لابني أيام الكلية الأصحاب وكده، فأعجبوا بيها فقال لي تعالي نحترف بقى. ممكن نسأل حضرتك بقى سؤال؟ أنا عايزة أعرف، نعرف منين الملوحة اللي بايظة من اللي مش بايظة؟ هو صح. أول حاجة من الريحة. الملوحة اللي بايظة هتلاقي ريحتها انت مش طايقاها، لكن الملوحة اللي هي متملحة ريحة الملح والسمك. ثانيا انت بتمسكي السمكة زي ما انت بتشتري السمك البلطي. والبلطي برضو ده نيلي. ممكن هنا وفي أسوان يعني. بتفتحي الخياشيم كده، لو الخياشيم حمراء ده دليل على ان السمك لسه طالع طازة من المية. لان بيتنفس طبعا والأكسجين والحاجات لكن لو سودة بتبقى السمكة مش مظبوطة. بعدين لو لقيتيها متماسكة وقشرها ماسك فيها بتعملي مجهود لغاية ما تشيل القشر. لكن لو السمكة متهالكة وتلاقي القشر بيقع لوحده، القشر بيقع لوحده متهالكة كده، فبتعرفي ان هي مش مظبوطة. اوكي يعني. طيب بس في حاجة بقى هتعلمينا حاجة، انت عندك دلوقتي رنجة. ده ايه؟ دي اللي هي سمكة الراي بتاعتنا او اسمها كلب السمك. بس انا عشان اقتصر الوقت عملتها، طلعت القشر وعايزة اخليها بقى. فتحتها بالمقص وعايزة اخليها. طيب. فبطلع المخلي طبعا، هي من كتر الملح بتبقى مهرية دايبة. شوية مهرية. لو هي متماسكة شوية بطلع. هي ليه بقى اسمها اصلا سمكة الكلب؟ عشان الاسنان بتاعتها شبه الكلب، انما الاسم العلمي ليها الراي. اوكي. غير سمك البوري، والبوري بيبقى اخف ملح من دي. دي بتبقى متملحه اكتر، وممكن الشطه بقى على حسب. البوري لما بيتعمل في سيخ قصدك بيتملح بتاع بحري بقى، لكن احنا هنا بتاع الصعيد اللي هو اسمك الراي بنخليها كده. وليه ليه بتسموها فسيخ الصعيد؟ عشان رخيصة؟ لا مش رخيصة. ايه عملت ايه؟ اصلا قلت لك بلاش اسئلة صعبة، ما تقلقيش. فسيخ الصعيد عشان يعني، ما هي الصعيد اللي هي دي. ايوه، عشان هي ارخص من الفسيخ الطبيعي. لا مش ارخص. امال ليه بتسموها فسيخ؟ غالية بس هي اسمها فسيخ صعيد عشان السمكة مختلفة عن سمكة يعني اللي بيطلع من النيل غير اللي بيطلع من البحر. طب انت بتعملي ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي بخليها، بخلي اللحم وبعدين بجمعها بحطها في الخلاط تاخد خلطه لغايه ما يعني تدوب. وبعدين عندي المكونات بقى او الخلطه، طحينه وزيت، وهنا في فول سوداني اللي هو بتاع اسوان اللي مش مملح. بفرمه
وليمون وشويه شطه برضو من بتاعه اسوان. الشطه حسب الطلب. والسوداني حسب الطلب. في نوع بحط فيه زيت وطحينه وليمون بس واعمله في الخلاط. في نوع تاني للناس اللي هم مثلا عندهم ضغط او ما بيستحملوش الملح قوي، بعمل فص توم على النار وقطايه وبحط كل المكونات دي، فبيبلونها احمر شويه وفيها ريحه التوم. طيب بس ثانيه واحده، الخلطه دي انت مسميها ايه؟ مربى الفسيخ، لان حضرتك بتعبيها في بطرمان وبتحطيها، بتاخد من 10 ايام ل 15 يوم، ولو حافظتي عليها ممكن تستنى في الثلاجه شهر. في الرف الاولاني بتاخدي منها بالمعلقه، وممكن تاكليها بساندوتش، مش بقى أول زي مرة ولا ريحه. دي حلوه قوي دي. طب بما انك حضرتك بقى مدرسه، ممكن الطلبه يجيبوها سندوتشات ولا دول يترفضوا؟ مفيش مشاكل، انت بتطلعيها بسهوله. الواد ياكل منها ينسى الدروس. هي دي الفكره، يعني ان هي بتسهل طبعا على اي ربة اسره او على حد عايز ياكل بيطلع زي المربى. بس اهم حاجه الحفظ، طريقه الحفظ. يعني انا قبل ما اعبيها باغلي البرطمان كويس وابخره على البخار، وبحط نقطة زيت وليمون عشان الحفظ، وبرضو في الآخر تغطي بطبقة زيت. بغطي بطبقة زيت وطبقة ليمون. ممكن تستنى في التلاجة لغاية شهر، بس أنا تاريخ إنتاجي بعمله لغاية 15 يوم، لأن ما بضمنش المستهلك يستخدمها إزاي. صح.